السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراتين مفصليتين تلك التي سيجريهما المنتخب المغربي ضد منتخب جمهورية الكونغو في التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، فانتصار المغرب فيهما سيؤهله رسميا لكأس العالم. وفي هذا الفيديو سنتعرف على موعد وتوقيت كلا المباراتين المفصليتين ذهاب وإياب والقنوات الناقلة لهما. فمباراة الذهاب جمهورية الكونغو تستقبل المغرب على ملعب الشهداء بكنشاسا يوم الجمعة 25 مارس 2022 في حدود الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 5 مساء بتوقيت مصر والسودان، 6 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وهذا اللقاء من المنتظر نقله على قناة بين سبورتس. أما مباراة الإياب، المغرب يستقبل جمهورية الكونغو على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 في حدود الساعة 7:30 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 8:30 مساء بتوقيت مصر والسودان، 9:30 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وهذا اللقاء من المنتظر نقله على قناة الرياضية TNT وأيضا على قناة بين سبورتس.